كبير قوي ما بين ان انت تبقى بني ادم مهزأ، وفي فرق ما بين ان انت تبقى بني ادم طيب. كان في مفكر كبير قوي اسمه خوان شغوف، ده مفكر روسي، كتب روايه اسمها روايه المغفله. الروايه دي بيحكي في قصتها واحده كان مرتبها 40 ريبل، وصل بيها الحال ان هي بتقبض بال 5 ريبل، مع الترهيب مع الزعيق مع الضغط. افهم ان الحاجات دي مش هتاثر عليك، افهم ان انت ليك حقوق لازم تاخدها، افهم ان انت ليك حياه لازم تعيشها، ما تقبلش. في فرق ما بين ان انت تبقى مغفل، فرق ما بين ان انت تبقى مهزأ. انا مهزأ بالمناسبه، مش عارف اجيبها لك ازاي. عارف البوكس ده جاي منين؟ راحت هباينة يا اما، ده جاي من لبنان. وحياة امك نتواصل، عشان مش يمكن لون البوكس مش عاجبني. طبعا انت ربرت، لا انبر انبر عادي، لا اصل دي من لبنان. اقول لك ايه تاني، واحده وانا واقف خبطتني بعربية ابويا، قلت معلش انا مش شايفاك. انا انت يا اختي بتشوفي الشعرايه اللي على كتف جوزك؟ بص كده ومش شايفه العمود اللي واقف وراكي؟ ربنا ينتقم منك ومن امي. فانا بعتذر لك عن سكوتي وقت ما كان لازم امسح بكرامه امك الارض. نصيحتي اليوم، سير القرد اللي فاكرك مالكش عوزه يجي يتنطط على حجرك عشان تديله موزه. تلاش شايف يالا الالوان يالا. اوه انت تعرف المصريين ده شيكا بومبوم ده علاج، فاكراني عيان؟ لا انا زي الفل. انت فين يا ما تبعت لنا صوره؟ صوره بس. ايه ده؟ اه دي مقفلاها كويس. فني فتحي يا انت فين؟ انت مش حاطه صورتك ليه؟ سماعة لطيفة جدا، شايف جدا. مش حاطه صورتك. ماشي بكرة نفتح الباقي. اتصل بيها تصحيني 4 الفجر، كانت بتقول لي اصل انا زعلانة. فاكراني صبرة بنت الرقاصة، فاكرة يا بنتي يا بنتي ما يدري. احكي تاني. بص يا اسطى، هو انا جيت ايه حرقت حاله تفال، بقت لونها اسود كحل كحل كحل، ما بقتش نافعه. بوظت الخلاط بقى بيصر ميه، زي بصر معاك كده، بابا مش شغال. وحرقت الطاسه ما بقتش نافعه. انت بتعمل بشرح زي تشيب براكبه كده، وحبيت اعيش شيف شيبني في نفسي، راحت مقلوبه على البوتاجاز على ليا. وبت الله مع نسيت كفايه يكفايه. وسابتك؟ والله العظيم بقيت اتنرفز عليها مع ستي وجدتي، ستي وجدي وابويا جه متوسطان عشان انام عليها البيت. ده انا هضرب معاهم. البوسه دي تاني، اديني يا لعلع هصورها وتاني. قلبي ازيك؟ يا اللي مفيش زي. سالت القدرة على الانستجرام، مشهوره في البيت بايه؟ هي قادره. مشهوره ان انا شبه عمتي. امك اللي بتقول كده صح؟ لا طايقك. مشهوره ان انا نرجسيه. والله ما اكتر مني، بس انا حطيت صورتي هنا في حته هنا فاضيه، بحط صورتي. بالكنديه يا جو، هم اولاد كلب. انت قصدك نكديه؟ اه بان شطفت البيت. حاجه مقززه قوي. بيقول عليا القدره راحت، القدره جت. موجود على الانستجرام عادي، يبقى قدره. انا عندي قادرين بس. خطيبي مسميني نكدو. انا فهمتيش اي حاجه. انا كدو اني اذكى واحد في الدنيا واني هاكر البيت. انا برضو كان خالي مفكرني هاكر عشان بنزل افلام على اي جي بيست عادي. مشهوره باني ام خازوق. اللي بتاعت محمود الوسخ. ازيك يا محمود يا وسخ؟ يا جو انا معروف باسم محمد. ايه ده يا محمد، هو انا بتعرف عليك يا حبيبي؟ بالنحس، كل ما احب حاجه بتموت، ودلوقتي انا بحبك انت. خرب بيت امك. شكرا يا شهد. لا من غير، لا انا بسحب. ايه انا مشهور في البيت بابن كلب يا جو. حبيبي ابن كلب دي في مصر كانك بتاخد يا ابني. انا بيتقلب ابويا بيقول لي ابن كلب. ايه يا ابني اتزعل من ابوك ولا ايه؟ يديك على قفاك عادي عادي. تسلم ايد ام تربيه وسخه، والصراحه عندهم حق. خوره قوي اني ايه ده؟ هوب هوب، انت صريح قوي كده ليه؟ مش على النت. اعمل لك اقوى كريب في الدنيا، هتجيب ايه؟ وحياة امك انا قاعده لك هنا عشان ما تاخدش حاجه. هنجيب صينيه البسبوسه بتاعت امك. قاعده ربنا ان عطيتك الله. شكرا. في الفريزه وربنا هدعكولي والله العظيم. طيب يا ابن قلبي، هتنزل الهوت دوج بتاعك؟ حماس الام يا الام هتعمل كده. نزل يا ابن قلبي على اللزق عشان مش تفال. طبعا طبعا انا مش عارف اطلع ده، كان المرحوم برضو. هات يا بنت صدي بلعب، هتفقش لك بيضتين اهو عادي كده اهو. هتقرف. وانزل يا ابن قلبي بالشيدر، كب 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 شويه فلفل شويه ملح، وقطع الكريبات يا ابن قلبي. وانزل يا ابن قلبي اقفش يابا، الله اكبر. وتروح نازل بالاثنين هوت دوج، كب يالا حته شيدر انت غلبان، وكاتيان كب حته تانيه بقول لك كاتيان. تضرم يا بتحط ايه تاني يا ابني يا مفتري؟ ما انت قاعده هنا ليه؟ انت مش كنت قاعده هناك؟ بص يا ابن قلبي بابا. لا 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 لا. بص بص وداعا لبيتزا. عليا النعمه حنيه الدنيا. معلش بس انا ضايع من عمرك شويه عشان ده اللي تولد عايز اعلق، فانا بنبسط بالحركه دي. بس 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 يا اسطى. اوبا
ايوه هنفتح بقى بوكس اللبناني. بحبك باللبناني بنحبك. صباح الخير يا دي يا بائس يا اللي ما عندكش لا اصحاب يسافروا ولا فلوس تسافر بيها ولا اهل يوافقوا لو الفلوس جت. هقول لك على نصيحه، ما تيجي نقفل ابواب الزعل ونضيع مفتاحها. ضيعت مفتاحها كنت قاعد جوه وانت انا اسف. طرا انت فين؟ ابعت لنا صوره. طرا قابلت امبارح شاب في ثانويه عامه كان ليفل محن ابن كلب. لو التنسيق نزل ينفع اختارها هي؟ انت ابوك هيختارك يعمل معاك السليمه. برضه في لبنان بتكلفته الحاجه كده زي فني فتحي لادي فن. شفت حاجه؟ طيب انت طير انت الحمد لله. بكره 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 انا بنشوف الباقي بكره. شكرا شكرا روح. ما تنساش اطفال الشوارع في يومك، كيس كشري ب 5 جنيه ودور لك على اي عيل واكله كل يوم. امسك عيل او عيلين وعامل معاهم كده. ولا ولد الخوك يا انا مش بعرف. لا هو جيم ايه يا اسطى؟ جيم بابجي في اليوم مش هيضيع الدنيا. خلي الاولاد يلعب 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 يومك. العيال دي عايز ايه؟ خد البطوله هربطه بكيس الكشري معاك. روح انت. ازيك؟ اللي ما فيش زيك. سالت الحرباية على الانستجرام عملت ايه لما عرفت انه بيخوني؟ الوسخ سابني وخني وانا سبت البنات. الوسخ لازم يعرف البنات كلها عشان يعرف ان انت سبت البنات. بعيد عن السؤال، نفسي اعرف انت بتحب ايه؟ انا بحب الرقاصه. نفسي اجيب رقاصه هنا كده. تخيل كده القعده اللي انا قاعدها في الاوضه دي يبقى فيها رقاصه. ابا لما عرفت ان هي خانتني خنتها عشان ما تعملش كده تاني. انت راجل قوي. ما عملتش لان في غيره كتير بيحبك من لبنان. سيبك من ام وترينا حياتك من لبنان. يا اسطى انت عامل الفقره دي عشان تشوط منها صح؟ عملت حفله وجبت كيكه ب 2000 جنيه ووزعت همبرجر. انا لما بعمل الاكله بتعدي 35 جنيه بقعد طول الليل ما بنامش. عملت نفسي عبيطه والدنيا مشيت. اقسم بالله انت عمله نادره. مستحيل كل دي. يا جوده بيحبني نفس خليك انا اسف. لا انا الوحيده اللي في حياته. هو قال لك كده؟ حبيبي على نياته خنته بدل المرة 20 من ضمن الأشكر أبوه. تخيل تفتح الباب تلاقي أبوه جاب نسوان. مش بس نسوان. يا جو قال لي ممكن نبعد شوية ومن ساعتها مش عارفة عنه حاجة. تفتكر هو فين؟ إن شاء الله يرجع لك قريب إن شاء الله. معاكم أقوى مكرونة بالتونة. إيه في جردل المكرونة دي؟ والله ما أدوق بيها. ده اللي أمي عاملاه. طعمي مش أنا جاي من بره عشان بس هي. وحياة أمك ما أنت واخد منه. شكرا. دعم الام دعم. ادعميني انا ممكن ابقى الشيف الشربيني. هتطبخ لي يعني؟ اخويا روح كده. دعم الام. ولا يهمك هننجح هننجح. كب على المكرونه. كب 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 شويه قوطه. كب رشه ملح. كب شويه بابريكا. معلقه خل. ما لقيتش خيار جبت قد. شويه فلفل اسود. شويه بصل. رشة زعتر يا ابن قلبي. هتجيب التونة بتاعتك. بص هي ليها فتحة معينة. بص تروح فاتح ازاي اهي اهي. تروح لافف ده. الولاية الأجنبية كانت عاملاها كده. شكرا للولاية الأجنبية. بعرف مش عارف افتحها. صفي يا عم زي المصريين ما تعملش فيها مبدع. الله يسترك. المهم مين اللي هيغسل المواعين دي كلها في الآخر؟ أنا هغسل لك المواعين يا أمي. ربنا يخليك ليا يا حنين يا جميل. كيب بياض يا ابن قلبي. التونة الجامدة. كيب كيب. قلب بقى العجن ده. كيب شوية الزيتون يا ابن قلبي. وداعا لبيتزا هات. بسم الله. يا ابني انا ما بعملش حاجه وحشه يا ابني. هنفتح بقى بوكس اللبناني. انت فين الصوره يا بنت؟ ابعتي لي اي حاجه. قولي لي انت صاحبه الزيف. عايز اقول ان اللي بعنا اقسم بالله كذب. العالم فقر وتجيب الشلل. نصيحه اليوم اقف جنبه كده لحد ما يخطب ويحب ويتجوز. السيسيل دي انت بتحبيه؟ لما تطلع زي بتاعت امبارح في ابو نصير كان بيراودني سؤال والله عايز اساله. وانا لو اتخزوقت اصلا اتخزوقت زمان في فتره وانا بلمح لواحده ان انا بحبها. ده يعتبر خزوق يتحسب؟ يتحسب. فني فتحي الهدف. عالم عقيد اهو. ما تفهمش الحاجات دي. اعرف واحده خبص الدنيا فيه كانت تكتب على الاكونت اتقوا يوم وانت ترجعوا. وانت يا اختي مش هترجعي معانا ولا انت قاعده؟ ما تتقي الله انت يا اختي. فاكره يا بنت سندوتشات الهمبرجر اللي كنت باكلها لي؟ وبكره تشوفي صورتي تعيطي. طارا زيك يا غلبانة اللي ما فيش زيك. اله ابوك يحج لو دعت للزمالك. سالت القادر على الانستجرام جاب لك ايه وهو جاي يتقدم؟ كان جايب كرومبا وعملته له واتعشينا سوا. انت جيت اتغدى صح؟ جاب لي عمته. لا رجعيه ده رجعيه. جاب لي ليفه وصابونه وبرفيوم كتير. تمام. ما تتكلمش احسن. ما جابليش حاجه. جاب لي اخويا اربع كلوتات
بيجيب لك اخوه ليه كلوتات. جاب لي خاتم دهب والله جدع بتاع مرات اخوه. العيد افرح اهلي ما يعرفوش اننا نعرف بعض، ففجاه دخل بتورته عليها صورتي توزع في البلعات. وانت ان شاء الله امك تروح القدس برضه لو دعيتي للزمالك. يا جو انا جبت لها ال ام احمر اصلها بتحبها قوي. بس حمي يا جو خاف على صحتها يا احمد. جاب انبوبه اكسجين والله العظيم ما بهزر. اكتب على نفس ابوها خلاني. جاب نص كيلو جزر فقلت له ايه ده؟ قال لي ده واحد على اول الشارع بيبيع. قلت مش مصرف فيكم. دخلت عليه بنص كيلو جزر. جاب لي الصباره الرقاصه وبيقول لي اتعلمي منها. ده بيهزك بالطريقه دي. دخل عليا بالحرباء امه وجوازه باظ. ما هو من لسان امي زمان الكذب يا ابني يا ابن قلبي. الفشار اللي وقع ده يا ابني. معلش اصل امي اهلاويه فتعبانه شويه. ايه هيبقى لم امه؟ بس بقول لك الزمالك خد الدوري اهو. كب يا ابني يا ابن قلبي بالزبده. امك ما انت حاطط بالزبده. هتكب يا ابني يا ابن. معلش عشان معلش انا متضايقه شويه. ماشي يا ابني يا ابن قلبي احلى بشرط الدنيا. وهتحط اللون الاحمر عشان اخواتنا. لا كل سنه طيب يا اسطى. ايوه بس اقفل ما تقلقش يا امي بقول لك احلى بشار في الدنيا. يا ابني انت مجنون يا ابني، احنا ما بنشوفش الكلام ده كل 60 سنه. حرمان باين من عندك يا ابني قلبي. يبدو انه اخاف من حاجه، اخاف من لساني. يا نهار اسود يا نهار اسود. انا لو حطه في المجاري